ولدي ملي بوقعها بكل معنى الكلمة، وسألنا يلزمها من تعزيزات في العديد وتجهيزات المطلوبة لتركيا للمواطن. أيضا كان من مواضيع الاجتماع هو موضوع حماية الأملاك الخاصة ومعاقبة كل من تسول نفسه بالأمس تركيا بأي عمل بعد متفجرة من سلطة وظيفة، وكل مدعم التمييز بالإضافة إلى التحقيقات الأساسية عم يقوم فيها بمسرح الجريمة، كمان إنه يكون في ملاحقة لكل من هؤلاء الأفراد اللي قاموا بأي عمل مخل بالأمن. حقيقةً الأمن هو يلاحق كل ما هو شاذ عن قاعدة، ولكن اليوم أصبحت القاعدة هي الشواذ، وبالتالي نحن هون كسياسيين كتبنا خلال اجتماع إنه القاعدة تطلب على أساس تمسك بالدولة وتمسك بالمؤسسات وتمسك بالأمن الأساسي ودعم كل الأجهزة الأمنية بما يلزمها لتحقيق الواجبات. المناطق طبيعتها بسرعة المطلوبة. استمعنا إلى المسؤول رئيس مصلحة الصحية في الشمال ووفانا بتقرير كامل عن العدد من الجرحى اللي ناهز حوالي 900 جريح امبارح بالأمس بطرابلس، 35 من الجرحى بعدهم بالمستشفيات وفي البعض منهم حالتهم خطيرة. من هون عم بقول هالكارثة كارثة إنسانية كبيرة، وطلبنا ووزارة الصحة قامت بواجبها كاملا بإعطاء الطلب من كل المستشفيات بتقبل الجرحى على حساب وزارة الصحة. كمان كان في موضوع الإغاثة، وكان في معنا أمين عام هيئة الإغاثة، وأعطينا التوجيهات اللازمة للقيام بدورة على أساس أمرين: أساس الإيواء السريع وأساس مسح الأضرار اللي هي صارت في المدينة. وحيكون في لجان من الجيش للقيام كالعادة بعملية المسح المطلوبة بالسرعة كمان المطلوبة. نحن اليوم بعد الظهر في عنا اجتماع مع فخامة الرئيس، عندي اجتماع فخامة الرئيس، وحننقل هل الطلبات والتوجهات اللي اعطيناها لحتى اذا في لزوم بدعمها باي قرار اضافي انه نقدر ندعمه، لانه الامن هو اساس اليوم. الأمن بده تكون هو المستتب بإذن الله بطرابلس، خاصة طرابلس اللي بحب أقول لأي واحد سمحت له نفسه يقوم بعمل تخريبي العنوان غلط. طرابلس لن تنكسر، طرابلس لا يمكن أنه ترضخ لأي شيء عكس قناعتها، لو مهما كان الأضرار ولو مهما كان عدد الضحايا. كلياتنا فدى هذه المدينة، ولكن لا يعلم القاسي والداني أنه نحن دائما متمسكين بالدولة، ولا ليس لدينا خيار سوى الدولة العادلة القوية اللبنانية. دولة الرئيس، بداية هل توفرت معلومات عن حجم الانفجار أو عن توقيفات معينة ممن قام بوضع هذا التفجير، سيما أن معلومات تحدثت عن توقيف أحد المشايخ من منطقة المنيا؟ في توقيف أحد المشايخ وعم يكون في تحقيق. لحديت هلأ الحقيقة ما ورد شيء أساسي بهالموضوع بذاته. أهم شيء الأمن، بحط طمن، في تعزيزات أمنية، في مراقبة لمداخل طرابلس، بدنا المواطنين يتحملوا بهذه المرحلة، وحيكون في الإجراءات الأمنية الضرورية اللي بتتاخذ بهيك ظروف، أولا لوضع الأمن، وثانيا بإذن الله لتفادي أي حوادث مماثلة في المستقبل. دولة الرئيس، ما زلنا حتى اللحظة نشاهد ظهور مسلح، لا سيما في باب التباني والزهرية وأبي سمرة وأبي برمل. شو ممكن نعمل بهالظهور المسلح؟ تعرفوا مبارح الجيش، لما جيش قوى الأمنية لما تدخلوا على مسرح الجريمة، كان في عواطف مجيشة وكان في مواضيع يعني غير مستحبة، فالجيش استعمل العقلانية وقرر أنه لا يواجه الناس، وبالتالي هالشيء هالعقلانية
بعدها عم بيستعملها الجيش في كل ظرف من الظروف، وأنا متأكد أنه ابتداء من بعد تشيع الشهداء حيكون للجيش دور فاعل وقوي مع سائر القوى الأمنية من أمن داخلي وخارجي. دور رئيس لا أمن من دون سياسة. اليوم طرابلس، هل تتخوفون أن ينتقل هذا المسلسل الإجرامي من منطقة إلى أخرى؟ وما هي الإجراءات المفروض أن تتخذها الدولة لتجنب حصول هذا؟ ردا على سؤالك، حقيقة بالأمس لما صارت الجريمة الكبيرة تريست وما حكيت، فضلت عدم الكلام وأصدرت بيان قلت يكون مكتوب، لأنه إضافة لتأثر اللي كان حاصل في لحظتها أنا بعتقد ما بقى في مجال للكلام. إذا كل السياسيين ما حطوا إيديهم بيد بعض وتحورنا لما فيه الأفضل للبنان، أنا قلت هذيك المرة مثل المثل بيقول حطينا قبلنا على الحيطان وقلنا هذا من عمل الشيطان. فبالتالي اللي عم نقوم فيه اليوم بيكفي خندقة، خليوا هالسياسيين يتقوا ويتقوا ربهم. وأهم كمان أنا ما عم أقولها إلا بعد ما ندائي للسياسيين رجاء للإعلام أنه يتقوا الله بكل معنى الكلمة، ويتقوا الله خصوصا لمدينة طرابلس، لأنه حقيقة رجاء أنه نتأكد من كل خبر بينحط قبل ما ينحط. والما المهم هو السبق الصحافي، المهم الأمن، لأنه إذا لا سمح الله الأمن هز في كل لبنان أكيد الإعلام هو أكثر واحد متأثر، ولا يعتقد أنه هو هذا المطلوب. كل الأطراف تتحدث بهذا المنطق، ولكن الكل متباعد حتى الآن، ما هو المطلوب حتى يجتمع حل مبادرة معينة؟ أنا عم أقول أني ما حبيت أحكي، لأنه كلنا عم نحكي، كله إدانة وكله استنكار وكله حزن وكله. طيب بعدين شو عم نعمل؟ لازم مفروض أنه نتجاوز، ما يكون في مثل ما بقول اصطفافات إضافية، خندق كل واحد قاعد كأنه قاعد بخندق لحتى عم بحارب التاني. بالكلام لازم يكون في التصريحات، كل التصريحات بتمد إيدنا لإيد بعض، وهذا هالشيء أكيد بصير، لأنه بالنهاية ما بصح الله صحيح، وحنقعد مع بعض ونتكلم مع بعض، بيكفي ضحايا وبيكفي دم بيصير على الـ على الـ على الأرض بدون أي طائل بدون أي جدوى. دولة الرئيس، ما حضرتكم كمان فريق أساسي كبير، يعني الطرف الآخر وقت كان في انفجار الضاحية سمعنا هذا الحديث إنه بدنا نتحاور بدنا نمد إيدنا للطرف الآخر، وصار انفجار طرابلس كمان سمعنا هذا الحديث. ما حضرتكم الأفريقاء يعني لمين عم تدعو؟ الحقيقة نحن الأفريقاء إن كانت حادثة الضاحية وإن كان حادثة طرابلس بالأمس أكيد لأيدي نفسها اللي هي حطتها، ونحن مش بدنا نقعد لنتفق مع بعضنا ونتصالح، نحن مش عم نحط قنابل لبعضنا البعض، نحن مفروض نتفق لحتى نسد أي ثغرة ممكن أن تأتي من أي مكان، وفي كتير ناس يمكن مستفيدين من هذه الحالة بلبنان. فأنا ندائي نحن كلبنانيين بشكل عام مش مصالحة بقدر ما هي مصالحة، بقدر ما أنه نحط إيدنا بإيد بعض. واليوم عارفين، وأنا قلت مرارا وتكرارا، اليوم العالم العربي كلياته بأعصار كتير كبير، وبالتالي انعكاسه على لبنان حيكون خطر إذا كل واحد منا تعاطى بهذا الأعصار على طريقته. أول شيء النائي بالنفس، وثانيا نحن نقعد مع بعضنا كلياتنا لحتى نحمي هذا البلد وهو الأساس. شكرا لك. دولة الرئيس، شو بتقول لأهالي مدينة طرابلس؟ شو بتوعدهم إذا سمحت؟ أهالي مدينة طرابلس الحقيقة ندائي لألهم، وأنا قلت إنه ممكن ينكسروا، ندائي لألهم الصبر بهذه المرحلة والتصرف بحكمة وعقلانية، وما نخلي أي مجال لا 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 أي عصبيات أنها تشتغل. المهم أنه نحن نتماسك دلنا متمسكين لا للأمن الذاتي، وبإذن الله تعود الأمور إلى مجراها بأسرع وقت ممكن. دولة الرئيس فقط، أين إسرائيل من هذه التفجيرات؟ يعني عم يتهم الطرف دائماً اللي قلنا من هو دائماً بكل جريمة من هو المستفيد الأكبر؟ بدرس المستفيد الأكبر، والمستفيد الأكبر إسرائيل. هل إسرائيل بصماتها موجودة مباشرة أو عبر عملاء؟ لا كلها يتوارد، بس حتما هي بتكون إسرائيل هي المستفيد الأول أكيد. شكرا.